يعتبر صيد الحظور من طرق الصيد القديمة، حيث انها تغنيك عن الخيط وتغنيك عن يمة. كانت تنصب الحظور على الأسياف بالديرة، ولا خلط منها أسياف الجزيرة. ترى الحظور أنواع، ما هي سوية، منها البرية والوسطى ومنها البحرية. بداية الصيد بالكويت قبل مساكر، وبعدها صارت وياها الحظور، والمساكر تقريبا شبه انقرضة لأنها مكلفة ومتعبة شوي، لأنها في عرض البحر داخل. الحظور أهون شوي فيها، فصارت أملاك ناس أنشئت تقريبا مع بداية الكويت القديمة. بداية الحظور هو شيء القصب، لأن ما في غيرها، يبونها عن طريق البحر من العراق أو إيران، وياها المرادي والحبال الكمبار. طبعا تطورت تقريبا بداية الخمسينات أو قبلها، جابوا لنا السيم، بدأوا السيم مع المردي. المردي متوفر والسيم متوفر، فصار أسهل من القصب قبل. القصب ما يعمر، والسيم صار يعمر لأنه عبارة عن رصاص، والرصاص مقاوم للأملاح فيه. فبدت الناس تستخدم السيم ونسوا القصب فيه، فياخذ تقريبا اللي هو تقريبا سنة كاملة، اللي هي بدايته من الربيع لغاية الشتاء، وبعدين تتجدد الحضرة من نهاية الشتاء تقريبا، أو أي نهاية الشتاء للربيع حضور قليلة فيها، لأن فيها أيامها البوارح والسرايات والهذا تتنظف أيام البوارح، ونبدي ننصب الحضور من يدي، يكون البحر نظيف، لأن أيام السرايات راح يصير المغيص والهويات وهذا تتكسر الحضور. فحفاظا عليها الناس ترفع الحضور وتنظفها
وترد تجددها من جديد أيام من بداية تقريبا بأول بداية الصيف لغاية نهاية الشتاء. عقبه خلاص يعني الفترة هذه يعني صعبة الدخول في البحر لأنه غير آمن، وفي نفس الوقت السمكة تكون داشة بحر غزر مو هي بالبر. فالحضرة احنا شايفينها الحين، الحضرة يعني عبارة عن سيم ومقاساته تبدي حسب موقعها، وإن كانت بحرية تختلف عن الوسطى تختلف عن البرية، قياساتهم مو حسب حسب الموقع اللي هي فيه. يعني ممكن حضرة عودة تكون كبيرة، وممكن الوسطى تكون أقل منها، والبرية تكون أقل منها لأنها خفيفة لأيام الشتاء. طبعا قياس الحضرة لازم تأخذ قياساتها اللي هي عن طريق المناكب الاثنين ومهجر السر حسب القياسات، وتعطيها قياسات زيادة عليها اللي هو يسميه حنا الدحار اللي هو الباعين الزيادة، عشان لما تجي توقف الحضرة تعطيك الدحار تشوف شكلها اللي هو تقريبا القوسي. بس بالنسبة للولالي لا، طول واليد طول ما فيها دحار. السر نفس الطريقة، السر عبارة عن باعين، باعين ونص، وتحط الشقة الدرجة كاملة يعني فيها الجذب كامل يصير ثلاثة ثلاثة إلا ربع عشان تعطيك الشكل اللي هو الدائري. كل شيء يرجع إلى الأساسيات في التخطيط نفسه، لازم يكون ثابت المهجر السر والمناكب اثنين. هذه قياسات الحضر عشان لو بغيت تنصبها مرة ثانية تكون عارف مقاساتك وعارف شو اللي بتسوي. الحين هذه راسية اليد من بحر، وهذول المناكب هذه، وبعدين الولالي وراسية الولالي، وهذا البدن كامل الطويل والقصير، وبعدين تي مدخل الحضرة اللي هو عبارة عن السيتش والستيتش والمسلم على السر اللي هو مدخل السمكة اللي فيها الأساس تسكيره وفتحته، وبعدين الجذيل الأخير شيء الحطب والسر مكوناته. طبعا في نقطة أساسية اللي هو المهجر هذا مال السر هو أساس الحضرة، والثنتين هذول اللي هم السيتش والستيتش عشان يشدون الحضرة لا تروح لا يمين ولا شمال. طبعا عبارة عن طنانيب وزحاحيف تقضب الحضرة عشان لا ترتخي، والرواسي مالت الحضرة أساسية. طبعا هذا الردم للحضرة عشان ما تطلع السمكة من تحت. القصة قبل كان على أساس يبونه قلامر، احنا نسميه القلامر، واحد يم الثاني واحد يم الثاني، ويخيطون خياط، خياط من اللي هو السعف مال النخل اللي هو الجذع مال الرطب نفسه، ينقعونه في الرمل مدة معينة مع الماي، وبعدين يدقونه دق يسمونه دق عساوة، فيطلعونه مثل شرايح للسلايت عشان الحبال. يعني شغلة متعبة جدا، يعني أهلنا قبل كانوا يتعبون فيها، ما تعمر بس هذا الموجود. يعني لازم الإنسان شنو عنده عن الطبيعة ياخذها من الطبيعة، عنده فكرة بي 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 على أساس بيفندها، فلازم يجيب من الطبيعة. الطبيعة شنو عنده؟ عنده القصب وعنده المردي وعنده الحبل الكمبار اللي هو من بدايته اللي هو من الجوز الهند. تطورت الأمور بعد طبعا ظهور النفط، ما ظهور النفط وهذا العالم صارت تروح تي يعني السيم. السيم طبعا انشئ وريح العالم من القصب كله، وارتاحت العالم عقب. فالسيم سهل انك تشيله وترده مره ثانيه، القصب خلاص يتكسر شاله وبدل غيره. هذه بالنسبه للحضره الاولى. هي طبعا بالنسبه للحضره لها ناسها، مو كل واحد يقدر يقول على اساس والله اقدر انصب حضره. فنفس طريقه الخياط، لما تيجي الخياط تقول له خيط لي دشداشه، ما يعرف خيطها اذا ما كان المفصل مفصلها قال له خيطها.
لازم نفصل اللي هو المهندس مال الحضرة، لازم يكون صاحب خبرة ودراية باللي سوى. لازم أي أخذ قياس الحضرة وخيط السيم وبعدها أي أركبها، يكون دائما واحد ذو خبرة ودراية في الحضرة اللي مع اللي قاعد يركبون، يعني اللي هو اللي بيساعدك فيها العامل اللي وياك عنده جهد وعنده قوة وعنده طاقة، بس من اللي وجهه؟ مثل البنيان لما يكون المهندس بيسوي الخريطة، من ينفذها؟ صاحب الخبرة والدراية اللي هو المقاول، والمقاول يبلع عامل بنا وعامل مساح وعامل حديد وعامل كل واحد ده اختصاصه فيه. شو بيقول له؟ يقول له سوي لي كذا على موجب المخطط كذا. فأنا عندي قياسات الحضرة، مهجر السر، مهجر الأبدان اثنين راكبين، وأنا مفصل الحضرة جاهزة. فأي أنا أكون إشرافي عليها على طول، أنا كأني أنا المنفذ الحين، فربط لهم الأساسيات وتقوم الحضرة على طول. أي اختلاف معناتها شغلك مو مضبوط. الحين بنطلع السمك من السر، هذه بداية القفلة مالت السر، بطلناها، بطلنا العنشة نسميها، وندش ونحافظ على نفسنا من المخاطر مثل الفريالة ولا أي سمكة سامة. الحين دشينا بالنسبة للحضرة، وما شاء الله اليوم الخير وايد. هاي سمك البياح، طبعا يا جماعة الخير بالنسبة للخطورة اللي احنا ما ودنا فيها تحوش اي واحد، هذه واحدة من انواع الفرائيل السامة، هذه واحدة. نقول للشباب، نقول اللي ما يعرف للحضور لا يدش فيها، هاي الثانية. بنحاول ننظف السر الحين من الفريالة. كم واحدة عندنا؟ اثنتين ولا كم واحدة؟ اثنتين، هاي واحدة الثانية وانا الثالثة راحت. عنديها راحت، شوفها، شوف شلون غطت، شلون غطت نفسها، ها غطت نفسها، احنا موجودين حفرت لنفسها. ايه هذه الخطورة في الفرايين. ما شاء الله عليه البياح المشوه، طبعا بالنسبة للحضرة لازم تكون موجهة على ماية معينة، التيار لازم تعرفه، وين السجي وين الثبر. في حضرة تاكل على مايتين، في السجي وفي الثبر، مثل حضرة اللي شايفينها قدامكم يدها بوسطها تاكل مايتين على الثبر والسجي، في يدها على جنبها تاكل بالثبر أو تاكل بالسجي. السمكة لما تيجي على طول، سبحان الله قدرة قادرة، لما تيجي على طول تطق السيف، أي من تطق اليد سيدة تروح بحر، ما تروح يمين شمال، تباري اليد لما تدش وين؟ بالبدن. تطق راسية الولالي تدش بالبدن، صارت تاخذ الدائرة كاملة وتدش بالوين؟ تدش بالسر، ردة الماية تاخذها التيار للبحر. السمكة ما تطلع بر، نادر من السمك اللي يطلع بر، اللي هو مثل السبيطي مثل الشعم ممكن يجابل، بس السمك الثاني لا، سيدة على طول يا بالبدن يا يكون بالسر. ولما تفتش الماية عنها عن المناكب اللي هو على أساس هذول الاثنين،
ما راح تطلع سمكة. هذه السمكة تمشي تباري اليد من بحر، من بر لبحر، من الطق هي تبي البحر ما تبي البر خلاص. وهذه السمكة يعني وين الحين؟ مثل احنا قاعدين هنا، هذا السجن. متي السمكة تطق اليد تروح سيدة بالبدن داخل وتلف تاخذ دورتها كاملة وتطق الولالي وتدش السر. هذه السمكة فيها. بس لازم إذا بغيت تنصب الحضرة طبعاً لازم تعرف التبر من السجي. إذا ما تعرف التبر والسجي مو الحضرة ما راح تصيب فيها شيء. ممكن السمكة تطلع يعني إذا كنا على أساس مثلاً هذا السجي إذا حطيتها كذي ممكن تطق السمكة وتطلع كذي ما تدش بالحضرة، ممكن تروح كذي. فلازم تكون عندك خبرة وين التبر وين السجي. هذه أساسية الحضرة في صيد السمك. بالنسبة للحضرة الكويتية، حضرة يعني تبي يعني أقرب شيء لها السمك القريب من الشاطئ، لأن بحرها غزير. بالنسبة لدول مجلس التعاون شفناها بالبحرين وشفناها في قطر، بحرهم ضيح يعني مستوى واحد، يعني تمشي تقريبا كيلو كيلو وشوي البحر مستوى واحد، فيحطون ميلان ما يحطون على أساس بدن سر ولالي طويلة. اليد يعني البدن يمقطونه مغاطي السر مثل اليد يعني نص وميلان كذي، يعني يصير على أساس سمكة تي من بحر مني من هناك، لأن البحر غزير داخل عندهم وضيح ما في غزر. فرقنا بيننا وبينهم هذه يعني الماية جايتهم من كل صوب. احنا عندنا هني لا مد وجزر ومعروف على أساس السجي والثمر أقرب لها للسيف، لأن ما يتحنى تقريبا التربة سمكة عندنا أقربها للشاطئ أكثر من بحر. في وقت من الأوقات توصل السمكة لغاية البر داخل كله. فبحرنا الكويت طبعا في من بحر غزر ما تقدر توصل الحضرة، لأن لازم تعتمد على المد والجزر. آخر الجزر ننصب الحضرة في وقت اللي هو يكون رأس الشهر أو نص الشهر. هني نأخذ قياسات الحضرة البحرية، لأن بعدها غزر ما تقرح الماء، ما تقدر تطولها ولا تقدر تسوي لها شيء، لأن الأساسيات اللي بتحطها المهاجر والطنانيب لها ما تقدر إذا ما تقرح عنها الماء ولا تقدر تأخذ سمكها. غير طبعا في حضور طبعا لازم يكون على مرتفع اللي هو لازم تكون تقرح عنه الماء. اذا ما تقرح عنه الماء ما تقدر تنصب الحضره، نادر ما يكون فيه. وهذه الحضور بالنسبه عندنا بالكويت.
ارتفاعاته طبعا اول ما تيجي على اساس تعرف الارتفاعات لازم تجيلها باعلى مد عندك في الشهر وتي تاخذ قياساتها. هذه طبعا اذا بتنشئ حضره من يدي تعرف على اساس ارتفاعاتها شقتين شقتين ونص ثلاث اربع اربع ونص عشان لا تغطي هالماية. اذا غطيت هالماية تطلع جسمك فوق. اذا عرفت ارتفاعاتها تاخذ على مستوى السيم تحط لها اربع شقيق ثلاثة ونص اثنين ونص ثلاثة حسب الارتفاعات اللي اعلى مد في الشهر اللي هو راس الشهر على ضوها تاخذ قياساتك وتتوكل على الله. يعني تبدي من تقريبا لو اقول اربعة تنزل لثلاثة اليد تكون طبعا اقرب لها للبر. هذه بالنسبة للارتفاعات والعرض والطول قلت لك انا فيها تاخذ القياسات لما تقرح الماية ادنى جزر يسميها تاخذ قياساتك وعلى ضوها تخيط حضرتك. طبعا بالنسبة للسر الشرة بين الحطبة والحطبة ذراع والبدن بين الحطبة والحطبة نص باع والولالي واليد باع 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 وشوي مو مشكلة بس باع زينة. فهذه الحضرة فيها طبعا في حضرة يدها على جنبها تصير طويل وقصير وفي الحضور اللي هو تصير يدها بوسطها بوسطها تاكل المايتين بالثبر وتاكل بالسجن. هذه الحضور بالنسبة لكم. طبعا بالنسبة للحضرة على قولة المثل عينك على مالك دول الشيء المهمل ما منه فايدة فهذا حلالك والشيء اللي ما تداريه ما يداريك يبيلها الصيانة يبيلها مجابل يبيلها على أساس الردم تشوفها انكشف ممكن قوة الماية تشيل الصخر اسمتها تطلع. الحضرة ما تصيد إلا لازم تحكمها تحكمها بالردم تحكمها بالحبال تحكمها بال تضبط الطناب الزحاف حطبها انكسرت تعدلها سيم شق على طول تسوي لها رقعه سيم شق تبدله وسخ فيها تشيله السمك خايس تقطه تطلعه برا تنظفها تنظيف مثل ما تداري على اي سلعه عندك فيها يعني مثل المزرعه ومثل الحضره. المزرعة يعني لما تصير على أساس فيها خضرة وتربة وهذا كله يبي له تبديل عشان تنمي. فالحضرة إذا ما تراعيها ما تعطيك نتيجة. نتكلم عن المسلاة هي أساسيات الحضرة في الصيد. طبعا المسلاة عبارة عن مرادي اثنين والداسي واللي الداسي الفوق الداسي الحدري. الداسي الحدري طبعا فيه رصاص عشان يثبت الداسي من تحت يكون على قد حوض الإنسان ولها غب عشان تكون سمكة داخل. هذه المسلاة ولها تصنيع معين وحرفنة في وهذه من أساسيات الحضرة. وصلنا إلى نهاية حلقتنا وإن شاء الله يكون قدمنا لكم
معلومات جيدة عن الحضرة وأساسيات الحضرة وأصول الحضرة. وهذه آخر الختام، وإن شاء الله يكون ختامها مسك، واستفدتوا من كل المعلومات عن الحضرة وعن تراثنا القديم. ومشكورين وما قصرتوا يا برنامج الدرية، والله يعطيكم العافية على ما بذلتموه من جهد جبار في توصيل التراث القديم اللي هو عن الحضرة وأساسياتها. واشكركم كل الشكر والعرفان، والله يعطيكم العافية. Thank you.